مسجد الخيف في ميناء، واحد من أبرز المساجد التاريخية في المشاعر المقدسة، وهو أكبر مسجد في ميناء وثاني أكبر المساجد في المشاعر بعد مسجد نمرة. وقد بني في موضع الخيمة التي أقيمت للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وصلى فيها الأوقات الخمسة من ظهر يوم التروية إلى فجر يوم عرفة. سمي هذا المسجد باسم الخيف نسبة للمنحدر الذي يقع في خيف بني كناكة في سفح جبل ميناء الجنوبي قرب الجمرة الصغرى على يمين القادم من أسفل الجبل. يرجح أن هذا المسجد بني في أواخر العصر النبوي من موضع خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت بشأنه أحاديث كثيرة في عهود الصحابة والتابعين، وجددت عمارته في العصر العباسي، وقدرت مساحته حينذاك بنحو 13,500 متر مربع، وكان من أكبر المساجد في ذلك الحين، كما جدد في زمن السلطان المملوكي قايد باي، وبقيت آثار البناء المملوكي إلى العصر الحديث. ولم تؤثر عليها كثيراً الترميمات التي جرت للمسجد في العهد العثماني. في العصر الحديث أجرت حكومة خادم الحرمين الشريفين أعمال تعمير وتحسين متواصلة لمسجد الخيف حتى يستوعب الأعداد الكبيرة من ضيوف الرحمن خلال تجمعهم في ميناء. وتمت التوسعة السعودية على مراحل، آخرها عام 1407 للهجرة أو 1987 للميلاد. أصبحت مساحته بعد التوسعة نحو 25,000 متر مربع، يستوعب 45,000 مصل تقريبا. بلغت كلفة عمارته مع المرافق المحلقة به نحو 90 مليون ريال، وزود المسجد بوسائل التكييف الحديثة، وبنيت فيه 4 منائر، وشيد بالقرب منه مجمع منفصل للخدمات يؤدي دوراً كبيراً للحجاج في ميناء. وألحق بالمسجد مبناً لمبرة الملك عبد العزيز رحمه الله لتوزيع الطعام والشراب على فقراء الحجاج طيلة أيام مكوث الحجاج بميناء. مسجد الخيف يعد معلماً بارزاً في مشعر ميناء، وواحداً من أقدم المساجد في الإسلام، تصلي فيه أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج، كما يتوافد عليه كثير من الزوار في بقية أيام السنة ممن يتتبعون المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم تبركاً وإحياء لسيرته عليه الصلاة والسلام بكل ما فيها من معان ودلالات عظيمة.